التوتر بين روسيا وأوكرانيا. نوفمبر 2021، أوكرانيا تقول إن روسيا حشدت نحو 92 ألف جندي على حدودها لشن هجوم. واشنطن تطلب توضيحات من موسكو بشأن تحركات غير عادية لقواتها على حدود أوكرانيا. موسكو تنفي أي نية لغزو أوكرانيا وتتهم كييف بحشد قوات في شرق البلاد. ديسمبر 2021، قمة ثنائية افتراضية بين الرئيسين الأمريكي والروسي بشأن الأزمة في أوكرانيا. بايدن يهدد روسيا بفرض عقوبات اقتصادية شديدة في حال غزو أوكرانيا. بوتين يطلب ضمانات قانونية مؤكدة تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو. واشنطن تبدي استعدادها لبدء حوار دبلوماسي مع موسكو. موسكو وواشنطن تتفقان على إجراء محادثات حول الأمن في أوروبا. يناير 2022، محادثات روسية أمريكية في جنيف في سلسلة لقاءات دبلوماسية لحل الأزمة. روسيا وحلف الناتو يتحدثان عن خلافاتهما العميقة بشأن أمن أوروبا. أوكرانيا تتهم روسيا بالوقوف خلف هجوم إلكتروني استهدف مواقع حكومية. واشنطن تتهم موسكو بإرسال عملاء إلى كييف للقيام بعمليات تخريب. الناتو يرفض مطالب روسيا بسحب قواته من بلغاريا ورومانيا. موسكو تطلب ردا من الغربيين على مطالبها قبل إجراء محادثات جديدة. وزير الخارجية الأمريكي يزور أوكرانيا ويدعو روسيا لاختيار مسار سلمي. بايدن يتوقع توغلا محدودا لروسيا في أوكرانيا. الكريملين يندد بتصريحات مزعزعة للوضع من جانب الرئيس الأمريكي. وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي يلتقيان في جنيف لبحث الأزمة الأوكرانية. لندن تتهم موسكو بالسعي إلى تنصيب زعيم موال لها في كييف وروسيا تنفي. فبراير 2022، بايدن يؤكد للرئيس الأوكراني أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم مع حلفائها على أي عدوان روسي ضد أوكرانيا. العديد من دول العالم تحث رعاياها وموظفي سفاراتها على مغادرة أوكرانيا. موسكو تنفي مزاعم الغرب بشأن استعدادها لغزو أوكرانيا. حلف الناتو، الأوضاع في أوكرانيا تنذر بخطر شديد على أمن أوروبا. روسيا تجري مناورات بحرية في البحر الأسود. أوكرانيا، المساعي الدبلوماسية الأوروبية الهادفة لمنع غزو روسي تؤتي ثمارها. أمريكا والناتو يؤكدان التزامهما بمواصلة الحوار مع روسيا لخفض التصعيد حول أوكرانيا. الصين تعترض على توسعات حلف الناتو وتعتبرها غير مجدية لضمان الأمن العالمي. الناتو يدرس إمكانية وجود عسكري طويل الأمد في منطقة شرق أوروبا. بايدن حذر بوتين من رد حاسم وسريع إذا غزت روسيا الأراضي الأوكرانية. بوتين أبدى لبايدن استنكاره للمعلومات المزيفة بشأن غزو أوكرانيا. الولايات المتحدة تعتقد أن عملاً عسكرياً كبيراً يمكن أن يحدث في أي يوم الآن.
ماكرون وبوتين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن الأزمة الأوكرانية. المستشار الألماني يزور أوكرانيا ويؤكد التنسيق مع حلفاء بلاده في الناتو لخفض التصعيد. الرئيس الأوكراني: نقترح حوارا استراتيجيا لضمان أمن وسيادة أوكرانيا. لافروف يؤكد وجود فرص للتوصل لاتفاق مع الغرب بشأن أوكرانيا. مستشار ألمانيا: إعلان انسحاب قوات روسية من الحدود الأوكرانية يشكل إشارة جيدة. اتصال هاتفي بين بايدن وماكرون بشأن الأزمة الأوكرانية. لافروف يدعو في اتصال مع بلينكين إلى حوار حول الأمن في أوروبا. جميع السفارات الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا تواصل مهامها. البيت الأبيض: لا نزال نعتقد أن غزو أوكرانيا قد يحدث بأي وقت. الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني يطالبان روسيا باتخاذ خطوات حقيقية لخفض التصعيد. وزيرة الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على موسكو سيكون له تداعيات عالمية. الرئيس الأوكراني: أبلغت رئيس المجلس الأوروبي عن القصف الاستفزازي لقرية في شرق البلاد. تقارير روسية: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع في لوهانسك. روسيا تعلن أنها تعيد وحدات المدرعات إلى قواعدها. الدفاع الأوكراني تقول إنها سجلت انتهاكات لوقف إطلاق النار شرق البلاد. الكرملين: الانسحاب العسكري الروسي من حدود أوكرانيا سيستغرق وقتاً. بايدن: لا أنتوي التحدث إلى الرئيس الروسي. بايدن: هناك مؤشرات تؤكد الغزو الروسي لأوكرانيا. روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي في موسكو. مجلس الأمن يرجئ جلسته دون اتخاذ قرار بشأن الأزمة الأوكرانية. بوتين يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي. بوتين يعلن الاعتراف باستقلال دونتسك ولوهانسك عن أوكرانيا. إدانة غربية لاعتراف بوتين باستقلال دونتسك ولوهانسك عن أوكرانيا. بوتين يأمر القوات الروسية بضمان السلام في دونتسك ولوهانسك. بايدن يوقع أمرا تنفيذيا بحظر الأنشطة الاقتصادية الأمريكية في دونتسك ولوهانسك. الرئيس الأوكراني: لسنا خائفين بعد اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. دول أوروبية تلوح بالعقوبات ضد روسيا بعد قرار بوتين بالاعتراف باستقلال دونتسك ولوهانسك عن أوكرانيا. معدات عسكرية تشمل دبابات تنتشر في دونتسك بعد اعتراف بوتين باستقلالها. جلسة لمجلس الأمن الدولي بعد قرار بوتين بالاعتراف باستقلال دونتسك ولوهانسك عن أوكرانيا.